قال البابا توادروس إنه تحدث مع رئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا خلال زيارته إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وقال إن أوضاع الأقباط في مصر تتحسن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نظرا لاهتمامه بالمساواة وبتطبيق الدستور. سأل على وضع المسيحيين بصفة عامة، فطبعا الوضع بيتحسن من وقت للتاني، وفي اهتمام بالدستور من الدستور ومن البرلمان ومن الحكومة ومن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجعل المساواة وعدم التمييز أحد أساسيات الحياة المصرية بصفة عامة، وعطيته شواهد على كده. مثال بناء قانون بناء الكنائس، كانش فيه قانون قبل كده، وانتخاب حوالي 39 عضو في البرلمان مسيحي، قبل كده كان فيه عضو واحد، وافتتحنا المرحلة الأولى في كاتدرائية العاصمة اللي هي ميلاد المسيح، وصلينا فيها القداس بتاع الكريسماس الماضي، وحضر السيد الرئيس لتهنئة كل المصريين من الكنيسة.